التعليم الجامع هو شيء كتير مهم، أكيد لازم نحن كوطن كأشخاص كأفراد بيشتغلوا بالتربية والتعليم ضروري كتير نفكر إنه الاختلاف هو القاعدة مش الاستثناء. في أشخاص عندها قدرات معينة كتير عالية بمحلات، قدرات أقل بمحلات تانية. ليش أنا دايماً بدي أطلع على شيء يلي ما عندي منه، هتلا شوف الشيء اللي عندي منه يلي بقدر أبرع فيه. لازم الأستاذ يقدر يفوت على الصف من خلال تحضيره للدرس، من خلال طريقة تعاطيه مع التلاميذ، من خلال صوته، من خلال تحفيزه للجميع بقلب الصف، يقدر يوصل لأكبر عدد ممكن من التلاميذ. صار في تحضير بشكل إنه يراعي كافة الحاجات، يعني فينا نقول إعداد بطاقات تعليمية بتناسب حاجات الطلبة، في يعني استعداد أكثر عند المعلمين إنه يتعاملوا مع كافة المستويات الطلبة مش مع فئة معينة وإهمال الباقي. الدمج هو مشروع ليغير البيئة الصفية ليخليها أكثر فعالة، إنه إذا بدك تشتغل معهم لحالهم ممكن تلاقيهم ما عندهم استعداد، ما عندهم، بس مع رفقاتهم بخلي فيه استعداد أكثر وبصير يحبوا أكثر. صرنا نكيف الدرس حسب التلاميذ اللي عندهم صعوبات، يعني الخطط عم تنشغل لجميع الصف بناء على اللي عندهم صعوبات. الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلمية أول شيء لازم تقربهم منك، تقعدهم بشكل انك تضلك تراقب كيف عم يشتغلوا، تعطيهم قسم من الدرس مش مثل الطلاب العاديين، تعطيهم وسائل موضحة، تكبر لهم مثلا الصورة، تعطيهم اياه مش دفعة واحدة لانه هن اصلا عندهم صعوبة، تكليفهم بمهمات انه عشان يحسوا انه لهم دور، هن مش طلاب انه ما خصهم بالصف. كل الطلاب بالأونروا لازم يكونوا موجودين بالمدرسة، فلما نحن نصير عم نطبق تعليم جامع هيدا معناته أنه نحن عم نتيح فرصة لكل أولاد أنه هني يتعلموا، مش بس يكونوا موجودين بالمدرسة كعدد وما يصيروا بعدين بالشارع. نحن عم نساعد هيدول الأولاد حتى يتخطوا هالمشكلة بالمرحلة الأساسية الأولى، لأنه مثل ما أنتم بتعرفوا أنه بس نتخطى هالمشكلة بالمرحلة الأساسية الأولى بنوصل لمطرح بعدين طالب يمشي مع زملائه وحتى يمشي كفرد بالمجتمع. فهيدا النوع من التدريب ساعدنا أكثر على التدخل بشكل مكثف مع الفئة اللي هي ما عم تستفيد، لحتى نساعدهم يتقدموا ولو بشكل بسيط في مجال الدراسات.